الكثير حبيب الله يتساءل عن هذه المدة التي اختفيت فيها، والكثير يسألني في التعليقات يا مراد لماذا لم تعد تنزل مقاطع فيديو على اليوتيوب. فاليوم سنشرح لكم كل شيء وكل التفاصيل، فابقوا معنا حبيب الله. وأول شيء وقبل كل شيء، لا تنسوا الصلاة على حبيبنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما تشاهدون معنا اليوم في هذا المقطع سنخبركم عن الكثير من الأشياء ولماذا مراد لم يعد ينزل مقاطع خلال هذه الأسبوعين أو خلال هذا الشهر بمرة. فصراحة حبيب الله وبكل صراحة يعني القناة تعرضت الآن لمخالفتين، يعني كانت مخالفة واحدة في القناة والآن تعرضت القناة لمخالفتين، وصراحة اتخذت خيار لا يمكن، يعني خيار صعب جدا. تخيلوا معي أنني قمت بحذف ما يقارب 1600 أو 1500 مقطع في قناتي، يعني هذا المقاطع كلها يعني أكثر من 1000، يعني لا أعتقد 1300 ولكن أكثر من 1000 مقطع قمت بحذفهم كلهم على قناتي على اليوتيوب. ونعم كانت قناتي فيها أزيد من 1500 مقطع في الفيديوهات، يعني عبارة عن ألعاب، وللأسف قمت بحذف أزيد من 1000 مقطع على قناتي حبيب الله. وصراحة هذا الخيار يعني خيار صعب اتخذته من أجل حماية القناة من يعني لأنه الآن القناة على المحك، إذا صارت هناك مخالفة أخرى فسيتم إنهاء القناة بشكل نهائي. فلهذا السبب حبيب الله وضعت قناة ثانية واحتياطية، من يريد أن يشترك ومن يحب هذا المحتوى للألعاب ويريد أن ينضم إلينا في قناتنا الثانية، لا قدر الله وانحذفت هذه القناة الرئيسية فسأنتقل إلى القناة الثانية لأنزل فيها، فستجدون رابطها أسفل هذا الفيديو. يعني هذه أهم شيء صراحة وأهم خيار يعني وأصعب خيار اتخذته، أقسم لكم على أنه حذفت هذه الكمية من المقاطع، يعني أنتم تعرفون التعب الخاص بهذه المقاطع كلها. فعلى العموم يعني كل هذا يهون، وكل يعني الحمد لله على كل حال، و يعني الإنسان من الأخطاء يتعلم. والآن صارت اليوتيوب صراحة صارمة من ناحية الروابط لهذا السبب، وبالأخص الروابط والمحاكيات لهذا السبب. في كل مقطع سأضع لكم الروابط في التعليقات أو في أول تعليق ستجدون روابط للألعاب. وهذه المدة التي اختفيت فليس من اختياري بل أنا مجبر. لماذا؟ لأنه أتتني مخالفة ثانية، وعندما تأتيك مخالفة ثانية في القناة يتم تعطيل قناتك لمدة أسبوعين، لا يمكنك نشر أي مقطع ولا يمكنك عمل ستوري في القناة ولا يمكنك مشاركة منتدى ولا أي شيء، يعني أسبوعين وأنت تشاهد فقط ولا يمكنك فعل أي شيء. فصراحة أشياء صعبة جدا. فعلى العموم وأنا صراحة يعني صرت أحب أن أنزل لكم مقاطع، ومن يتابع قناتي الثانية فأنزل فيها أغلب المقاطع كنت أنزلها في هذه الأيام في قناتي الثانية. والآن عدت لكم حبيب الله، ونتمنى إن شاء الله أن هذه المخالفات يعني لا تزداد مخالفة أخرى، ولا يتم تعريض القناة للحذف، وإن شاء الله يعني تختفي هذه المخالفات يعني من هنا على قرابة 3 أشهر، فيمكن المخالفات تختفي إن شاء الله في هذه 3 أشهر، لا تأتي أي مخالفة أخرى، وبالتوفيق إن شاء الله حبيب الله. والآن عدت لكم وسأعود أنزل لكم مقاطع، وصراحة اشتقت لكم كثيرا، أقسم لكم أنني اشتقت لكم كثيرا، يعني مدة لم أنزل مقاطع صراحة، واشتقت يعني لتعليقاتكم، واشتقت لانتقاداتكم وللكثير من الأشياء ولتنزيل الألعاب لكم. فإن شاء الله هذه العودة ستكون موفقة بإذن الله، وسنحاول أن ننزل فيها يعني مقاطع تعجبكم، مقاطع للألعاب. فكان هذا هو صراحة بعض التفاصيل الخاصة بنا، يعني صراحة والله لم أحب أن أعمل لكم هذا المقطع، ولكن قلت من أجل أن يعرف الكثير لماذا اختفيت في القناة ولم أعد أنزل، لأنه الخيار ليس بيدي بل أنا كنت مجبر لأن القناة كانت يعني معطلة. فعلى العموم هذا هو المقطع الخاص بنا، والآن إن شاء الله سنعود
سأعود لكم بمقاطع جديدة. ومن لديه أي لعبة يريد أن نقوم بتنزيلها لا فاكتبوا لنا ذلك في التعليقات. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في مقاطع جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.